ابوي انا هذا كله رقاد كله رقاده لدرجه ان الصلاح يا انا الدب. السلام عليكم، صباح الخير. يا والدي هاو ار يو؟ وين البوسه؟ وين البوسه؟ ثانك يو. كيف حالك؟ تحت هاي السنس. هلا والدي. وين بثيلس؟ يلسني. وين سرت؟ وين جيت؟ ده وايدة بس. لا ساكم نشيت اليوم؟ شنو؟ شو تريقت؟ لا سكوت. ها؟ سكوت. شو؟ من قهوة نطلب أنت. تريقت وياي أنا؟ إيه. الحين بتريق؟ إيه أنت. أنت؟ ماشي مشكلة. سامحني تأخرت عليك. دوار كهو ريو؟ وين أم الحناية؟ منو؟ الحين بعطيك اياها. صلاح شو تسوي انت حينه؟ كشاري انا او كشارك انت؟ هذا يبطلونه. صباح الخير من الحنايه. هاو ار يو؟ دواركا؟ كم هير؟ سي سلام عليكم بابا. يو وذ من الحنايه. اول اوف يو هير. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاو ار يو؟ ام فاين سار. فاين جود؟ يس ثانك يو. حنايا هاو ار يو؟ ام فاين سار. يلا سي يور سي يور اغنية. ها؟ يور اغنية يور سونج. ام الحنايا. ام الحنايا. يدفوها على السيف. هي ام الحنايا. ام الحنايا. ام الحنايا. ام الحنايا. يدفوها. يضفوها على السيف. يا في السيف كلها كلها. اصبيان اصبيان. تير تير. الميادي ذا بيجنينج. ام الحنايا يضفوها على السيف. 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 كلها اصبيان كلها اصبيان. كلها اصبيان كلا أصبيان. تير المياديف. تير المياديف. Thank you. Welcome sir. بارك الله فيك. كم هذا صلاح اللي حفظكم عيز وهو يتريق. فنزلت تحت يتريان والحين عاد عندي فيديوين ثلاث بنزلهم مالات البارحة. وبرد تحت بنرمس وبنسولف إن شاء الله. فيديو ولا اللي تباه خير بمطار. سلام عليك. شوف ابوي ودرت العرب. العرب طيبه يا ابوي. بلاد الطيبه وتتم هناك. تدري وين صار هو؟ وين صار؟ باريس. باريس حتى امس كم مفهول مسوي السرقه هاي في شانزليزيه مال مجوهرات. ما يندرى بصدق. هو انا شفته شابه شابه. يلا صلاح وين انت؟ جود دبي. ابو ظبي ابو ظبي ابو ظبي. ما اشوف. تعال يا صلاح. ها نوم داخل طياره ولا ما في نوم؟ لا شويه. ما كذب طول الدرب وانت راقد. طول الدرب وانت راقد يا صلاح. يا اخ عليك يا صلاح. هذا الموضوع لا بتحيه. ها ها حب السياره؟ عشان طيران الاتحاد يبي لك اياها. لين باب الطياره ما قص اقولها بصراحه. صلاح قول شكرا اتحاد ايرلاين. شكرا تو. شكرا اتحاد. بعد ابراهيم شو رايك في الرحله؟ الحمد لله. رقاد ولا؟ رقاد والله ما وصلنا. الله يحفظكم في بيتنا في مدينه محمد بن زايد. والاخ ابراهيم بن توفيق نباه يجلس عندنا يبات. قال لا انا ولا من بات. في الحل ابو ابراهيم ابو توفيق عندي كذا شغله باكر. يا ليت علي حسك لو سمحت. ممكن ما في صوت؟ ليش؟ شوفي ما يوجد صوت. مغني البارحه؟ لا شو هي؟ غني بروحك الصوت متيود. هي بسم الله عليك. وحين ابو ابراهيم ما بيسري ابوي العين. وان شاء الله نبينا متى بتينا؟ ان شاء الله الاسبوع الجاي. ان شاء الله بينا الاسبوع الجاي. قال الحين ابراهيم كل شهر بين مرتين وبنسوي سؤال فضحت في السناب عسى ما حد ينساني. ابراهيم ان شاء الله ابراهيم توفيق اذا الله جعلنا من الحيين بيكون احد
أشطر وأجود رواد التواصل الاجتماعي. ياسين حين نسقل نسقل شخصيته. هي حضر عفريت نسقل شخصيته. فلذلك إن شاء الله بيظهر بأجمل صورة. لكن يبالي شوي مده. من إبراهيم توفيق من كثر ما هو طيب ما عنده الناس كلها تبى تسولف تضحك وياه. لكن بيجلس في كل مشوار على 10 تنفار يوقف وياهم. كل واحد يوقف نص ساعة 45 دقيقة خطف اليوم طوله. فلذلك نحن نبن أهل إبراهيم ونسقل طريقة تفكير إنه يعطي كل ذي حق حقه. كل حجرة ولها أجرة. ما يستوي يا إبراهيم إنك أنت تجلس. مشكلة إبراهيم المشكلة اللي بيني وبين إبراهيم تعرفون شو؟ الواتساب. إبراهيم يجلس يرمس في الواتساب يعني مقزر وقته 24 ساعة يدخل عني يرقد يجلس يرضع الواتساب يمكن 3 ساعات. رد على الرسائل أبو محمد. ما بلازم رد على الرسائل الضرورية. الحين وراك نش الصبح وراك سيرة وراك حرك. تنش الصبح ترقد ونحن نسوق ترقد ونحن ياسين ترقد ونحن نمشي ترقد. ما فيك طاقة. الحين سيرتنا الأمسية ما شيء وجودك ما كان موجود أبدا. وحتى يوم سرنا الكويت على فكرة ما كنت موجود. والسب شو يكد عمره. مريض يوم الكويت هي. تدري ياكل مرض شمنة مشي ديان العورة يا هالعمة من يورة هي. أنت ياك التعب من كثرة الهدربان بالتليفونات. هي والله ما أمزح وياك إبراهيم. الحين النجومية خك وايد عطيت وقت زيادة على اللزوم للواتساب. الواتساب أنت ما راح تستفيد منه. أنت ياس ترد على اللي تعرفه واللي ما تعرفه. حد من شرق وحد من غرب وحد ويا ليت رمستن لها معنى. ضربة فيك وضربة في مصريك. من كل غطرة غنية خريطة ميمع تعال والسمع. فأنت تضيع رقم كبير من وقتك ترمس ويا الهواتف. فحين ربعك كثر التراب يعني. الكلوز وياك كتيبة. هي إذا كل واحد بتيلس ترمس وياه وسولف وياه ساعتين ما شيء فايدة. وقف اليوم ترى اليوم كم الوقت هو فيه؟ ما في وقت. أنت طالع لك الحين وقت إن شاء الله. إن شاء الله غرامياتك هاي وعشقك وتليفوناتك ورمساتك ويا اللي بالي بالك أجلهن لين وقت العرس. يوم بتعرس بتعين الله خير أظهر المكنون هذا كله وفلت مرة واحدة. الحين يا سجسم بالأصاد يمين ويسار حد شرق وحد غرب. أقب أبوي فقيرة هاي تبتيك بتلقطك أجوف ما عندك شيء. فلازم بتقبل عليها بروح شاب نشيط. فالخطاب هذا موجه حتى حق محبين إبراهيم بخليل من كل مكان. ما شاء الله محبين وايدين. فبرجاء خفوا على الرجال لين يصير شوية تثقل ريوله يعرف شو يسوي شو ما بيسوي. احنا شفتوا تشوفونا حلبتوا حلاب ما يتم عندي شيء بيتم أجوة. يصير وياي يا زنبايا شفت المغفي هالنمونة لا يرمس لا يسولف يا ياكل يا راقد. واحد من الاثنين. الجهد اللي كان يبذله ونحصل منه هاي خفت الطينة والهذربان اللي في لندن الحين كذا سيره ما ينحصله. وشوفي سبه يشغله الواتساب ما في إلا نحن نتشارط وياه. يوم بنسافر ما يزخ تليفونه أبدا. ما في إلا هالنمونة بخلي. شو الحل؟ شو رأيك أنت؟ إن شاء الله. إن شاء الله الأمور تكون طيبة. إن شاء الله. يلا تسمع على خير. إن شاء الله إذا رجعنا من الحيين أنا يالس ألقنا. يالس ألقنا. ألقنا ألقنا. ألقنا فنون البرزنجي وفنون إلقاء وفنون كيف يتقبل الصدمات والأحداث. وعسب يكون فطين لازم يختم. وهو توه حين توه في جزء عمه. وينك وين عجز عم أبوي عندك 29 جزء يا أبوك. الله المستعان بيخطف. نحن نقولكم مكملين ونقولكم في رمضان يوم كنا نمشي يمكنكم الكاريزما والقبول. إبراهيم على ما تشوفون إنسان عادي لكن الكاريزما والقبول
اللي الله سبحانه وتعالى عاطنا هالبني آدم من قبل السوشيال ميديا. على فكرة من قبل السوشيال ميديا وقبل ما يظهر وياي صداقات وله معارف وعالم يعشقونه، لكن سبحان الله الحين من بعد ما ظهر في السوشيال ميديا زادت، فلذلك القبول مكثف عليه، لكنه لا يزال ما يعرف كيف يدير نفسه. إبراهيم إن شاء الله، إبراهيم توفيق إذا الله جعلنا من الحيين بيكون أحد أشطر وأجود رواد التواصل الاجتماعي. ياسين حينه نسقل شخصيته. هي محضر عفريت نسقل شخصيته، فلذلك إن شاء الله بيظهر بأجمل صورة، لكن يبالي شوي مدة. من إبراهيم توفيق من كثر ما هو طيب ما عنده، الناس كلها تبى تسولف تضحك وياه، لكن بيجلس في كل مشوار 10 تنفار يوقف وياهم، كل واحد يوقف نص ساعة 45 دقيقة، خطف اليوم طوله. فلذلك نحن نبن أهل إبراهيم ونسقله، نسقل طريقة تفكير إنه يعطي كل ذي حق حقه، كل حجرة ولها أجرة. ما يستوي يا إبراهيم إنك أنت تجلس. كم بونا عدنا واليوم أظهر في البلكونة وأصور الزراعة وكل شيء، كم الله كثر نصيب. شو أسوي ما أدري شو أسوي يا حبيبي، بلياك حكم الدهر ما خلق شيء بديني. عندي وصية وأنا فيها، ترجاك أول ما ترجع بالسلام تجيني. حين هذا من هالعد يا سي تريحين انزين، وحين السير أبوي إن شاء الله بنزل بالقهوة، نقولنا سيرتنا 2 ساعة يغير يقدموها 2 ساعة، قالوا قبل الساعة 12 لازم تكونوا ظاهرين إن شاء الله. وحين الله يحفظهم هاي نزلتي من فوق متجه إلى أرض الواقع وصلاح بالانتظار. ها شو أدوم شو بلاهن لازم صلاح؟ الحين لازم صبر شوي، خل نتريق نيز شويون ونسير زين. بتسير الله يحفظك عند أدياس تريان حق تقول بتسير. وين الحب وين اللوي وين السلام وين الكلام وين العلم؟ ولا خلاص قضيت حايتي ولالي في الهوارات، قضيت حايتي ولالي في الهوارات. أنت نزرع مصالح هب خير عن قيرك. زين وين الحب اليوم؟ الحبة حبة بعمل الكبار. صبر السلام عليكم. أني صباح الخير. أني صباحكم الصباح. تمام. لا أول شيء أخي أخ عليك صباحكم الصباحي أخي. لا صباحكم الصباحي ما أعرف. ما تعرف أنت؟ ما تعرف كل شيء تعرف إلا هالكلام. إيش كله تولهت على محلان؟ تولهت عليه دام هذا محلان نحن. ايوه نفس منه محل طبياني. شوف مرفعه القرص رهيف رهيف، ما لذ وما زين وما خل ريحته. ما بيجينك مسهج سحريج ولا بيض ريج، لا لا شيء يعني غايه المتبني. حاطين عن طريقته طريقه خدمته طريقه كل اموره موجود ابوي على اليوتيوب وعلى السناب وعلى الانستغرام. حار حبيبي حار ضو. صبر واد مستوي مشكلة صار كل تربع سرعة. وبنياس ما بطير حبيبي بنياس بدري في أمريكا. لا عارف سيف هناك سيف يبدو دو
بدري قالت لك سيرفيس عند سيف؟ ايه؟ زين ماشي مشكله، لكن انت ما بتفيز تحرس السيف. مساكم الله بالخير والنور والسرور، متوجهين بحفظ الله ورعايته من عاصمه الخير والطيب والكرم واليود من بوظبي الحبيبه، متوجهين الى دبي دار الخير ودار العز ودار الحي ودار التراحيب ودار المواييب ودار الزين اللي الدنيا العوده كلها ان شاء الله. سبب السيره وش لاجله السيره وشو هناك هذا كله بنطريه من اول ما نوصل، شيء طبيعي وياي المهندس مدير اعمالي الاخ العزيز منهل ابو ابراهيم بالراض على عمرك ابو ابراهيم زين، وان شاء الله بتسمعون بتشوفون كل شيء يسركم في دبي. في دبي روحه شيء جميل وفنان. مبون الساعه 1 حسب شوي تطيح الشمس تنكسر حدتها ونروم نرويكم الشيء اللي نحن عانين عسب ان شاء الله. وعلى هالاساس اخرنا اللي صلينا الظهر والعصر جمع وقصر تقديم ان شاء الله، واحنا متوكلين على الله وبنوافيكم بكل المستجدات من اول ما نوصل اذا الله جعلنا من الحيين. اي شيء يتم السؤال عنه وما اجاوبه ما اجاوب عنه في لان بوادي يقولوا لي ابو محمد انت تسوي لنا طاف تسوي، لاني اذا بجلس اجاوب على كل سؤال 100 مره 1000 مره يبالي مليون ساعه في الساعه. فلذلك كل الاسئله اللي بتسالون عنها ان كان طباخ ان كان زراعه اي شيء خطف في المدة 3 سنين هذه طافا لو 4 سنين في السوشيال ميديا هذا كله موجود في اليوتيوب على اليوتيوب على الانستغرام. اليوتيوب يوم كامل شيء من الستوريات ساعتين ونص شيء منهن 2:50 يوم كامل. اذا يكون يوم غني بالفعاليات يعني في عرسين في سفرة في حديقة في جبال في انهار في سوالف وايد في حدث كبير يكون في اشياء وايد كبيره والستوري يكون وايد كبير فالمحتوى يكون موجود ومعنون بالتاريخ والاسم. فلذلك اني انا اللي يقول لي انت ما ترد علينا او سحبت علينا او ما جاوبت ما بوبل اجاوب كل لحظه يجي 1000 مسج و1000 سؤال وكل الاسئله مكرره. مثلا شنطه صلاح بكم خذتها؟ يعني معقول هالسؤال؟ ترى موجود اسمها واونلاين تقدر تدخل على الشركه صورنا لكم اسمها شنطه صلاح واللي جاي زله يدخل اونلاين يسال عن سعرها. هل انا بيلس اشرح وين الشركه هاي شو يخصني فيهم؟ ما اعرفهم انا هل بالشركه؟ جيت قبل سنتين ويا زلي وكان سعرهن زين وافز كم سعر الشنطه وكم لتر وكم شو صناعته؟ شو يخصني؟ شو يخصني في هالأسئلة كلها اللي تسألوني؟ ما يخصني أبوي، أنا أبوي أتدخل في الشيء اللي يعنيني وباش تدق لي أنا مدير الشركة وبأمر منو أنت تجيب طاري شركتنا؟ منو قال لك؟ منو أمرك؟ منو شاورت أنت؟ فحين المواضيع هذه ترى عزمة الدنيا حينه ما بفالتو وايدين يدورون أدنات الدون أي غلطة عسب يرفعون قضايا حتى لو بتساعد أنت حد بأمر منو قال لك؟ فلذلك كل شيء أبوي موجود على اليوتيوب. أي شيء أنا أصوره في حياتي هاي اللي طافت الأربع لو 5 سنين في السوشيال ميديا كله موجود قصص كاملة شيء منهن. إذا 3 ساعات اللي يقول لي بعد منهن والله أبو محمد أنت قصك وايد تسوي طويلة ساعة ونص وساعتين منو بيلس منو فاضي؟ زين أبوي أنت ما حد عزر عليك وقال لك تابع، نحن خذ انت الشيء اللي يفيدك واللي تباه الباقي انت لا تتابعه. ما حد عزر عليك ولا حد دقك على يديك وقال لك لازم انت تتابع، لا تتابع او سوي سكيب او بالاساس لا تدخل الحساب ولا تتابع اذا انك انت ما بيازلك المحتوى او تشوفه طويل. انت ما بعايب انك ان الستوري هذا طويل لا تتابعه، في غيرك حد طريح الفراش، حد في مستشفى، حد يدرس، حد يتعالج، حد في بيت مقعد حريم جالسات في بيوت يبن الرمسة الطويلة هاي. انت ما تبى برايك ابوي، انت برايك لا تلاب ولا يقول لك تعال دق على يدي. انا كيف اعرف مثلا كيف اعرف فوائد الهيومك اسيد من غير اللي اخذته واستقيت المعلومة من بحر العلوم اللي بالنسبة لي انا بحر العلوم يعني الله يحفظه حمد البيرق بحر علوم
فاستقي معلوماتي منه، ومع هذا كله ادخل الانترنت ازيد معلومه. شفت شنطه عيبتني، عرفت اروح ويا ربته، دخلت في الانترنت وشفت فوائد الهيوميك اسيد، فوائد البنايه، المشروع هذا ساير، انا اغطي المستشفى هذا، ما سرت مني والطريق، سالت فلان وعلان وزيد وعبيد، ساير اسال عن مكان مال كنافه، مطعم جميل، مكان مميز في دبي. كلمت محمد بن قرونه، محمد بن قرونه المهيري ما شاء الله عليه، علامه في المطاعم والاكل والشرب وفي كل ما هو جيد في دبي وفي اوروبا، حتى في امريكا والله اني نعتني، واسير مخصوص الاماكن اللي يوصف لي اياها بن قرونه، وتكون من اجمل واحسن الاماكن. ربيعي وربيعكم وصديق الكل اللي هو جوجل، سالته عن عرفت انا فوائد الهيوميك اسيد وجربتها وعرفتها وعندي يقين 100%، فلذلك نعتني. قال لي تاخذ من الشركه الفلانيه، هاي الشركه الفلانيه 5 نجوم، هاي 3 نجوم، هاي السعر زين، هذا ميرب، هذا ما بميرب. الحمد لله رب العالمين، الامور طيبه سهالات، انما بسير كل دقيقه بتسال فلان، كل دقيقه بتسال علات، ما شاء الله حاطنك. وانا كان بوبل ابوي، انا ما اروم، انا الا بني ادم واحد، ولا اروم اتفلسف ولا احط كل انسان بيرد عليه وبجاوب عليه، ما اروم. الدايم شديد دايم الله سبحانه وتعالى، لكن اني انا بروم يعني ما تقدر اصلا، ما تقدر انك تتجاوب على 1,000,000 رسالة في خلال دقيقه. اقرا اذا شيء واو مهم جاوبته، اذا شيء سؤال مكرر ما اجاوب، اطرش ورد ولا اخطف عنه، ما توب. سمعتوه اللي يقول لك والله يعرف زيد من عبيد، هاي وصف، يعرف زيد من عبيد، جوجل غرب الله تعرفه، يعرف وين طايح وين مقطوع سره، وين 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 تنتى زيد وعبيد، يعرف وين جايين وين متنتين، غرب الله جوجل ما يخلي باهس. هذا يقول لك يعرف حواء وعظامها وعروقها وين متيايات ومتنبيات. يلا تحروني يمزح، والله ما امزح، كتبوا بس انتم في جوجل خالد الخالدي، والله يا ابوكم لا يظهر لكم علومه ما شيء كثرها، انا روحي ما اعرفها، انا ما ادري منو حط هاي الدنيا كلها في جوجل. جوجل هل تحلف تليفون؟ والله تكتب له خالد الخالدي بيظهر لك الدنيا ودين عني. منو هالمتفيق اللي كتب حق جوجل وخبره عني وعن اموري من استويت لي اليوم؟ هلا ساحل، ها على فكره ترى وصلنا نحن دبي هذا، ها يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، والبنت حامل من العام، اي حاضر حاضر عليك يا دبي اسميك والله شيء. السلام عليكم ابوي، ايش حالك؟ سلم على خالد الخالدي وقول عوشة بنت عتيج الرميثي تسلم عليك وتبى تعزمك. دخيل والديكم، لحد يلومهم، لحد يلوم العرب ليه ينت، لحد يروم، لحد يلوم الناس، لحد يقولهم بلاكم، لحد بلا بيقولهم شو ياكم، ودرتوا بلادينكم، ودرتوا بقعكم، كل يوم دبي، كل يوم دبي، كل يوم دبي. شكرا دولة الإمارات لإبرازك دبي بهالجود وبهالجمال، شكرا حكومتنا الرشيدة لأبهار هالجوهرة هالمدينة الجميلة، دولة الإمارات بلد كامل في منتهى الروعة. يقين أن جيت لدبي ترى حروح شيء شيء فريد، لا صار ولا استوى ولا بيكون ولا بيكون ولا اعتقد كان أصلا من الأساس شيء شرات تدار في الدنيا العودة منذ الأزل، من يوم الدنيا دنيا من صبي راقد، وهي دبي فنانة بكل ما فيها من معنى. يا الله يا رب تحفظ دبي حكومة وشعبا ودولة الإمارات بصفة عامة تحفظها من كل. حصلنا دلة خالد الخالد اللي كان مصورنها، ف كم تشل؟ تشلت مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور، أنا وصلت الموقع اللي أنا أريده، أوادم سايرياي وهذا المكتب مالهم بعالم وحركة. ما حد في الدنيا العودة ما يعرف مدينة بيفرلي هيلز في لوس أنجلوس، هذه حاليا موجودة عندكم، لكن في أرض الواقع في دبي الحبيبة في إمارتنا الغالية في دار الحي، لكن الميز اللي في دبي عن اللي في لوس أنجلوس إنها على أكثر تطور وأكثر مساحات خضراء وأكثر حميمية.
دبي هيلث ستيت من ماخذ القسم الأكبر من مدينة محمد بن راشد. مدينة محمد بن راشد عبارة كأنك مسوي دبي في دبي، مسوي دبي في دبي من كبر مساحة المبنى أو الأرض اللي بتقوم عليه المدينة هذه، مدينة محمد بن راشد. لكن دبي هيلث ستيت ماخذ نصيب الأسد، الحجم أو المساحة الأكبر، وحينه بنسولف وبنرمس عن المشروع هذا قدام الكل. دبي هيلث أصلاً اللي مطورتنه وقابض المشروع هذا ككل ما يبغي له كلام، ما يبغي له لا سر ولا تعال. إعمار، أي شيء بتلقطون في جودة، في عراقة، في تمكن، في حقيقة، في واقع، هذا وين يكون؟ في دبي. مرتبط اسمه بإعمار، أي شيء تلقطونه مرتبط اسمه بإعمار تلقطونه حقيقة، وهذا الشيء الحين هذا موجود قدامكم. هاي الفلة الحين اللي صورنا لكم إياها الحين، هاي كلهن موجودات، مش بين وجدا أو بين بنا أو مستقبلا، لا موجود. كشوفي عين شوفي، بنسير بنحضر دبا وبنشوف مقيضها. فلذلك بنصور لكم الحين المنظر ككل، وبنصور لكم الفلل روحهن لين احنا نرمس عنهن. قبل ما نصور لكم الفلل اللي خبرتكم عنهن، شيء خيارين، خيار فلل وخيار شقق. الشقق اللي يميز المنطقة هذه كاملة ككل، فلل شققها مش بنايات عالية مثل مشاريع اللي قبل، بنايات أعلى بناية 10 أدوار، مش مثل المشاريع الباقية بناية 20 دور وقدامها بناية 10 أدوار. فم 10 أدوار ظالم تنهر بيعت لي قدامها، فلذلك ما تشوف. فلذلك الحين الستاندر كامل اللي موجود البنايات ما يزيد عن 10 أدوار، والشقق بمتناول اليد، وتحت مطورها والمسؤول عن الأمر هذا كله إعمار. ومثل ما قلنا لكم، أي شيء اسمه مرتبط بإعمار معناته جودة، سرعة بالإنجاز. مثل ما تشوفون، ما شيء مبنى عليه في شنتية دبي أو في أي مكان في الكون تحت اسم إعمار إلا إيه دقة في الفينيشنج ماله، ودقة في مواعيد التسليم، وسرعة في الإنجاز. الله يحفظكم. أستاذ شريف مستشار عقاري، موظف عند إعمار. موظف وين؟ بإعمار العقاري، مستشار عقاري. أهلا وسهلا بك أخي محمد. الله يسلمك رب، يعطيك العافية. خبرنا شو السالفة، شو الموضوع؟ هو الحقيقة اللي بيميز مشروع دبي هيلث ستيت إنه هو موجود في قلب دبي. نعم. هو بالضبط موجود على طريق أم سقيم. نعم. اللي هو موصل على الشارع الشيخ زايد، اللي هو هذا، اللي هو هذا، هذا طريق أم سقيم. نعم. بالضبط. تمام. بيمر على شارع المرابع. نعم. لحد شارع لطيفة. نعم. اتجاه الداون تاون. نعم. على امتداد شارع الخيل الموازي لشارع الشيخ زايد مباشرة. نعم. هو شارع الخيل هو تاني شارع موازي لشارع الشيخ زايد. نعم. فهو الحقيقة موقعه بيميز انه هو قريب جدا من الداون تاون، قريب جدا من كم يبعد من برج خليفة؟ من برج خليفة من المشروع حوالي 15 دقيقة بالسيارة. نعم. هذا الحين هذا وين يدي؟ هذا شارع الشيخ زايد، وهذا وين؟ مول الإمارات. زين، هذا يجيك الحين شارع الخيل، هذه المنطقة الحين نحن نتكلم عنها. هذه بلاد، يعني تقدر تقول دبي في دبي. أستاذ شريف، هذا المبنى الكبير هذا شو؟ هذا اسمه مول دبي هيلث مول. دبي هيلث مول، دبي هيلث مول ده مبني على مساحة 64,000 متر مربع. في كل العلامات التجارية، وفي أكبر. شو يوازي من المولات اللي موجودة في دبي؟ يعني هو يشبه أكتر لدبي مول، مول الإمارات. في الحجم هو ما بينهم كمساحة، هو أكبر من مول الإمارات، يعتبر حاليا هيكون ثاني أكبر مول بعد دبي مول. سبحان الله.
دارس هاي وحدة منهن صح؟ المدرسة دي حالياً هي أكتف شغالة حالياً اسمها كينجز سكول. كينجز سكول بالضبط شغالة فيها طلاب وفيها مدرسين وسائر كل فيها حياة فيها يعني طبعا. مش حيكون لا في هاي شغالة حالياً صلاة أكتر من سنة زين. وفي مدرسة تانية هناك اسمها جيمس أكاديمي. نعم هما من المدارس الانترناشنال المشهورة على مستوى العالم، مدرسة أمريكية ومدرسة بريطانية. نعم في تنس أكاديمي هناك. نعم. كمان نعم. جنب مدرسة جيمس سكول هنا كمان في النص هنا في المنطقة دي هنا بيكون السبلاش بارك السنترال بارك تبع المدينة. نعم هذا على فكرة يا جماعة الخير هذا اللي تشوفونه كله موجود مش راح يوجد، هذا كله موجود يا غير لم يعلن عنه بالأخص عن طريق عمار. عن طريق عمار أنا أول شخص أخبركم عن اللي موجود عن الفلل هايل اللي حين شيء صورناه وشيء برد نصوره حين على أرض الواقع. بعد المرافق المهمة الموجودة فيها الصرح العظيم الحياة سيد خالد اللي بيهم المجتمع السكني اللي احنا فيه دبي هيلز المرافق كموقع. نعم. وفي نفس الوقت الخدمات العامة اللي هي تهم السكان مثلا المدينة. مثلا على سبيل المثال في خط مترو شبكة مترو. نعم. بتوصل من محط مول الإمارات. نعم. بيكون المحطة تاني محطة موجودة متوصلة بتيوب على دبي هيلز مول. نعم. هاي خط المترو اللي بيوصل على مدينة الإكسبو، مدينة فيها الإكسبو وعلى مطار المكتوم. نعم. دي أول شغلة. الشغلة التانية المهمة في الموضوع إن احنا عندنا في ملعب جولف كورس كبير 16 حفرة شغال حاليا في بحيرات. بنتكلم هنا كمان على البوليفارد بامتداد على طول المشروع. بوليفارد موجود هذا شغال. البوليفارد نفس الشيء اللي هيكون اللي احنا سويناه قبل كده في الداون تاون هو. نعم. نفس الشيء. نعم. يمتاز اللي يكون في مطاعم في خدمات. اقول لكم هذا المكتب حين مكتب مبيعات اعمار من اكبر المكاتب اللي موجوده في الاعمار وعارضه جميع مشاريعها. كل هالمشاريع اللي تشوفونها شرق وغرب في كل موقع هذا كلها موجودة تحت سقف واحد. المبنى هذا موجود في نفس المدينة اللي فيها الفلل والمشاريع الخاصة في عمان. هذا المكتب اللي تشوفونه بزمه وعراه ومقاهيه وكل علمه وخبره دبي هيلز تابع لعمار. هذا المركز المبيعات الرسمي بمطاعمه وكوفياته ومدخل دبي في ويه دبي. أول ما تي دبي يدخلك بسهولة يعني ما بضلالة. بنحط لكم طريقة الوصول إلى هالمكان حتى إذا كنت ما بتشتري حتى إذا كنت ما عندك رغبة في الشراء تقدر أتي تتفرج مش غلط. تقدر أتي تتفرج وتتقهوى وتتمشى في مكان هذا عبارة أنا أسميه أيقونة جميلة لإمارة دبي تزيدها إعمار. إعمار تبارك الرحمن كل ما هو جيد في هذه الدولة تلقط عليه لازم توقيع إعمار في كل كبير وصغيرة شيء منهم ما أنجز اللي على ما تشوف هاي الدنيا كلها جاهزة ها كلها نحن عشنا فيها وتمشينا فيها وسرنا وتسوقنا دبي مول برج خليفة دبي تاون أسواق البحار النافورة ها كلنا نتمشى وعشنا فيهن وغنينا يا ليل وسوينا الشوبينج وأبدا اللي يمشي ويتكسر ويتيبر ويقضي ويمضي كل هذا خطف. الحين نحن بنرويكم الجديد ما تبغوا تشوفون شيء جديد ما يقولون الجديد حب شديد نحن بنرويكم الجديد. ما يقول لك المتوصف اللي ما عنده بيت ميت اللي ما عنده بيت ميت ما بالك في دبي تدبي وانت ما عندك بيت عبارة انت ميت. لازم عسب ما تكون ميت لازم تمتلك عقار في دبي ولازم من تحت يد اعمار ضروري من كل ولابد. العالم هذا فيه سوق حاليا وقت بيع وقت مشترى وقت انسان عنده فلوس يروم يشتري وقت انسان يقدر يقترض وقت انسان يقدر يبيع. هذا السوق من استوت الدنيا فلذلك ما في شيء اسمه السوق طايح ولا السوق مرتفع ولا شو ولا السوق غايته. لا وقت اللي عنده فلوس اللي عنده فلوس يقدر يشتري اللي يقدر يقترض وما في ارباح وايده ويقدر يغطي مصاريفه هذه يسمونها شطارة. لو كل إنسان اتكل قال والله العالم متدهور العالم ما أدري شو عنبو تحسستونا أن القيامة بتقوم
القيامه بتقوم حين خلاص يعني بتنتهي الدنيا. لا يا ابوي، الناس وتشتري وتبيع والمبيعات والبيع والمشترى والاكل والشرب والسفر والراحه، هذا عند كل انسان يشوف الحياه بعين واسعه، يشوفها كل ايجابيه، ما في شيء اسمه الدنيا منتكسه، القيامه بتقوم ما ادري شو هذا، خلاص يعني الدنيا اختربت. يا والله الناس تعرس وتشتري وتبيع وتزرع وتحصد وتاكل وتشرب وترقد وتنش ورياضه وحياه والدنيا مترجه. انا عجبي من هالناس اللي يستغربون، والله الدنيا ابوي ما حد يشتري، الناس ابوي الحين الناس ابوي اللي عندي يتخلص من ليش الغالي؟ شو مستوي؟ شو هناك؟ شعدا ما بدالك يوم تقطع وصالك. يا سلام، ما يخصنا بالابوي الشركات اللي طاحت واللي ابوي انفتت واللي ابوي اعلنت فلاسه واللي فيها شرق وغرب، نحن انا روحي ارمسكم عن اعمار، روحي انا ارمسكم عن اعمار من شهر واحد الى شهر اربعه اللي اختفن هذه، ما بقبل 20 سنه، هذا 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 حينه وقت هالقرقعه وهالصدع وهالديانه ارتفعت مبيعات اعمار ارباحها 70%، وعلم في الجرائد في الأخبار، واللي ما يشتري يتفرق، العالم كله تدري، صح ترند أبوي ترند هو ترند، أعطى الهين على المؤشر أعطى ترند 70% ارتفاع المبيعات في عمار. يعني شو يعني أبوي؟ الدنيا فيها حياة، الدنيا أبوي مجبلة بخير، الدنيا أبوي مشترى وبيع وعرس وعيال ومدارس، والدنيا حية، زرعوا فأكلنا ونزرع ليأكلون. هاي الدنيا ابوي راكبها محول، شو تتحرون انتو؟ تشتري حق عيالك، حق اخوانك، حق اختك، حق امك، حق زوجك المستقبل، تامن مستقبلك، تشتري وتبيع، هاي هي الدنيا. كيف الاوادم هاي سوت بيزات؟ كيف سووا بيزات؟ من يوطري من الهواء؟ هي نعم، خلكم ابوي في ويا الناس ابوي الفنانه، الناس اللي سقرت، حطوا في بالكم. لا تتبعون اشوارهم، هاي اللي يقولوا لكم لا شيء بيع ولا شيء مشترى ولا لا 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 لا، شفتوا هاي اللي يعلنون عن الحروب وسيروا حارب وسلي لا 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 لا، هاي يسمون مطبلين للحروب ولا يحتركون لا هم ولا عيالهم ولا الليلهم ولا ابدا، هم رابضين، والناس اللي غير المينن هي اللي تركض. فيا ابوي عليك ابوي بشير دارك، ناخذ شير دارك نطلب بيعطينا، ما شيء ابوي غير شير دارك وعند عرب دارك، وبالاخص اعمار، اعمار وين العمار؟ يعلها دومها عمار في دار العمار. ترى هاللي تشوفونه كل ابوي هذا مبنى المبيعات، هذا كل مبنى المبيعات، وهالعالم اللي تشوفونهم الحين داخل، وهالعالم اللي تشوفونه كلهم هايل سيلز مبيعات، كلهم مبيعات هايل، يعلمونهم طريقة العرض وطريقة الكلام وطريقة كل شيء يخص اعمار، لان حياه اعمار روحهم، حتى طريقه مبيع المبيع اللي يبيعون السيلز اللي خاصين في اعمار يتميزون انهم عندهم شهاده مبيعات، اسلوب رقي، طريقه القاء، طريقه المحادثه، طريقه كيف كسب رضا الجمهور. هنا نحن بندخل في شقة من شقق إعمار اللي فيها المشروع، والشقة هاي دائرة في نص صالة اللي فيها الاجتماع، فنحن شيء طبيعي بنحاول ما نخرب عليهم أي شقة. الشقة تو بيدروم عبارة عن غرفتين، بنرويكم إياها إن شاء الله. صورت هاي الشقة اللي هي عبارة عن تو بيدرومز غرفتين، الشقة عبارة عن غرفتين. الحين الشقة عبارة عن شو؟ هذه هي عبارة عن غرفة وصالة. غرفة وصالة بالضبط، ما بغرفتين صح؟ لا في هاي غرفتين، الناحية الثانية جهة ثانية غرفة وصالة. ايوه هنا المدخل، هاي المدخل اللي تونا صورناه، اول ما تدخل هذا المدخل الرئيسي. نعم هذا المطبخ، اول ما تدخل بيكون نفس الشكل نفس الالوان، كمان المشتري فيه انه هو يختار الالوان الداخلية سواء دارك اوبشن او لايت اوبشن. هنا تصويري عشان تكونوا في الصورة، هذا المدخل اللي تونا دخلنا منه، هذا المطبخ، هاي الصالة، هاي تعتبر غرفة، غرفة مب من الغرف الكبار، غرفة لكن بإطلالة، غرفة بإطلالة، غرفة حجرة عادية مب من الكبار، لا تظهر منها
فحينه هذا مدخل البيت، مدخل الشقة، هذا المطبخ دخلنا قبل شوي من هناك، الحين مدخلين، مدخل يظهرك على الصالة ومدخل هذا روحه. زين، هاي غرفة الستور تقريبا أو غرفة ملابس صغيرونة، وفيها يعني خاصية الخصوصية زيادة فيها، وهذا حمامهم. الله يعزك، الله يعزكم. الحمام مش كبير لكن حمام، يعني حمام ما بيعني الحين تقعد بمركب خيل، اسمه حمام. وهي الغرفة الثانية، هاي الغرفة الثانية، وهذه الإطلالة. هاي الحين عبارة عن شقق، الشقق عبارة عن شيء غرفة غرفة وشيء غرفتين. هاي الحين الشقة اللي صورنا لكم إياها عبارة عن غرفتين نوم، هاي وجدن كلهن في الارتفاعات. أعلى بناية 10 أدوار في هال في هالمنطقة اللي نحن فيها، اللي هو متى ما تشوفونه دبي هيلز. حتى بابهم غير نموني شريف. الشقق عبارة عن غرفة وغرفتين، صح؟ مزبوط. أسعارهن متى وهل الإنجازات هاي ولا لا؟ طبعا، اولا الاسعار بالنسبه للموقع رخيصه جدا، حلوه كاستثمار وكسكن. اسعار الغرفه والصاله بتبتدي من 700,000 درهم اماراتي، والغرفتين النوم بتبتدي من 1,000,000 درهم إماراتي. يكون فيها خطه دفع لبعد الاستلام، يعني ممكن اللي يشتري ممكن يقسط 60% لحد ما يستلم الشقه، ويكمل الباقي ال 40% بيكون بعد الاستلام لمده سنتين. شكرا جزيلا. لا، المشروع عبارة عن 500 فيلا، كلهن 500، لا بخمسين ولا بخمستعشر ولا بخمسة وخمستين وخمسة عشر مرتين، لا 500 فيلا. وهذا عبارة عن أحياء، هذا حي واحد. الحي هذا اسمه حي سدرة، حي سدرة. زين، فلل قائمة وجاهزة للتسليم، عبارة عن كم غرفة؟ في 3 غرف و4 غرف و5 غرف، شيء 3 و4 و5 غرف متواجدات وجاهزات للتسليم. طريقة التسليم كيف؟ يدفع 25% ويستلم المفتاح، إيه؟ وعنده 75% على 3 سنوات بعد الاستلام. على 3 شو؟ 3 سنوات بعد الاستلام. 3 سنوات. سنوات؟ آه. يا رك الله. أوكي. على أساس سنوات. إنزين. بالضبط. بعدين؟ بيكون في كمان 4% خصم على رسوم التسجيل. نعم. تبعت دائرة الأراضي والأملاك. نعم. يكون كمان في اول 3 سنين تمام، بيكون في خصم على رسوم التسجيل ال 4%. نعم. حق رسوم دائرة الأراضي والأملاك خصم. نعم. بالكامل ال 4%. الشيء الثاني انه بيكون عندكم 3 سنين بدون مصاريف صيانة. نعم. معناته انه هيسكن لمدة 3 سنين ما راح يدفع اي رسوم حق الصيانة السنوية. نزيل. وخطة الدفع زي ما اتفقنا 25% لحد تاريخ الاستلام. نعم. و 75% اقساط بعد الاستلام لمدة 3 سنوات. والاسعار من الى؟ الاسعار بتبتدي حدود 3,400,000 تنتهي لحد 5,200,000 على حسب حجم الفيلا. يعني اقل شيء كم؟ 3,400,000. 3 مليون؟ اي فيلا مستقلة. هي ما حد عدالك. بالضبط. اه كل فيلا. ترى كل فيلا بوي بحديقتها بسايرها بيايها بنصولكم كل شيء. كل شيء بنصوره حين مرة، ما شيء متخبي. شوفي يا عين شوفي، كاشوفي يا عين شوفي. شريف. شريف، سمعنا عن فلل أرقام تزيغ عقل اللي ما يزيغ عقله. صحيح. عبارة عن شو؟ عبارة عن قصور الحقيقة في منطقة الجولف بتبتدي من 110 مليون سعرها. 110 مليون شيء موجود منها؟ شي لا والله تباعوا في 2 عندنا تباعوا مباعاً بسيركم. نقول واللي يميز الفلل هاي ان ما فيهم وحده تشابه ربيعته. مجموعه فلل ابتاعا من 110 مليون الى 90 مليون، رخيصه ب 90 مليون واللي اغلى من فوق ال 110 مليون. اي نعم، ما شيء ابوي هاي اقول لك البرازي يا عجم شيراز عندها الباطنه وصفي فاصفوبه. فلذاك ابوي ما تنقز الا السمين، واللي عنده ابوي زود يزيد. الفكره حين تمشى بين الاحياء في نص الفريج هذا اللي خبرتكم عنه، هاللي تشوفونه ممرات وبحيرات قدامهن وفلل وباركنات ولو تدرون، لو تدرون شو حين ها صبر صبر ثيو، وقف وقف دقيقه.
شو يصيرون منك عني؟ عيبتني الخلالة هاي قلت بي روحي أرويكم إياها. الحين هناك يسارعوا عني هاك الجماعة يتحروني وراهم قميضة ما أصبوا لكم مطر. هذا كلكم اللي ميز خدمة إعمار في مشاريعها وانتقاء هالمشاريع الفينيشنج هاي حين خلفية الفلل، يعني حين هذا ظهر فله وهذا ظهر فله. شوفوا النص ما بمخلايب براحة أو كنكري مذرور أو تراب أو طعوس أو رمول أو شيء مبغاوي. شو مسوي شيء؟ هذا ظهر البيت ويه البيت اللي أنا قبل شوي صورتكم إياهن لويوه، هاي ظهورها. شو الحين هذا ظهر البيت وهذاك الويه. شو لويوه الفلل متشاهدات بعضهم مع بعض، وكل فلة مستغلة روحها. يختلف عاد الأحجام من 3 إلى 5 غرف وبأسعار وبمناطق وكل متوفر. تسليم ما ببويه الحساب تحت اللومية أبدا، درهمك المنقوشي أدفع ويخذ. هذه فلة جاهزة قائمة رقمها 25 اللي عنده خوات 3 يروم ياخذها بثلاثن، وعندها حرمة ولدهم شوي نسرة ياخذ لها الطرف هذاك، وعنده أخت ماخذنها ريال ما بنها للدار شوي بعد جالبنها على هله ياخذها الطرف هذا. لكن الخوات اللي من بطن من أمبو ياخذ لهم سطرة وحدة، واللم ياخذ لهم هني، يكون اللم في الطرف والعيال الأولاد على اليسار والبنات على اليمين. وهذه الفلة بزمها وعرق أبرويكم كامل ما فيها، ها كل مقتنياته وكل محتوياته. هذا المدخل الرئيسي مالها، هذا المدخل الرئيسي وهذا مدخل الجراج. الجراج شل بويه سيارتين وقفت سيارتي، هذا مدخل الجراج اللي هو الطبيلة، وهذا المدخل الرئيسي للمنزل. زين، وأول ما تدخل تي غرفة عليك اليمين وغرفة ملابسها وهذا حمامها، وهذه غرفة للخادمة، هذه غرفة للخادمة بحمامها شيء طبيعي بعلمها وخبرها. وفوق شيء 3 غرف نوم كلهن ماستر. وهذا اللي تشوفونه حينه، هذا ابوي ميله سعود بلاد مركب خيل، طوله بعرضه يطل على حديقه من الخلف. زين، وهذا المنور حوي صغيروني بعد من هني، وهذا مطبخها، هذا الدور شو الارضي. في معلومه انا دوم احب اطريها عن الفينيشينج. الفينيشينج أي شيء تتدخل فيه إعمار تحس كأنه الإنسان المقاول هذا مسوي شيء حق عمره، ما بمسوي شيء لتجارة ولا بيع ومشترى. هذا عسبتي يوم تكون الشركة وطنية، أي شيء وطني. شوف الطبيرة مكبرها، وهذا ظهر الجراج. شوف الفينيشينج أي شيء فينيشينج تلقطه تحس به المقاول باني حق عمره، ما باني ك يبيعون وحدات وبس، لا شيء عليه ضمان دب الحياة. حمامها وعلمها وخبرها. وهي بعد غرفة ثانية، الغرفة هذه الله يحفظكم فيهن حمام مشترك، هذه غرفة وهذه غرفة وبينهن حمام مشترك، بينهن حمام مشترك. راي اللي طلعنا منه هذه غرفة وهذه غرفة وبينهن حمام مشترك، قدامهن صالة صغيرونة وسط. وهاي غرفة من غير تدخل يجيك الحمام بلاد بعد من كبره والفينيشينج مال ما شيء شراته. وهذا أنا ما في الحاضر مدح. وهاي غرفة الملابس وهذه غرفة النوم الرئيسية. سلام عليكم. هاي غرفة النوم الرئيسية، وأما عن طرف بلكونة غرفة النوم الرئيسية فحدث ولا حرج. يا سلام سلم، يا سلام سلام بلاد تروم روحك، هاي غرفة النوم
يدور لك 600 راي تقدر تسوي اللي تسوي فيها. ها على ما تشوفون مشاريع قائمة بشوارع بنية تحتية بالعلم والخبر والساير والياي والكهرباء والماء والإيران والناس والدلع يا بوش. هاي يوم يقولك الدلع يا بوش الدلع يا بوش. فهاي الفيلم مشو أم أربع غرف نوم، غرفة تحت بالمطبخ وغرفة الخادمة بالميلس، وفوق ثلاث غرف رئيسيات، واحدة ماستر روحها بحمامها والثانية بينهن حمام، مكان فنان، أطلالة رائعة، الارتفاعات الأسقف عالية، الفينيشنج ها ها ما شيء مال بو عبود بهبهو، لا كل شيء فنان، كل شيء فنان وعلى تقيل. أيوة ها، وألوان فاتحة، ما شيء مكان فيه فينيشنج تعبان ولا شيء، كل زين. فكرة هاي كلها بلاد وحدة، هذا نحن كنا وما زلنا كل بوي في هالمشروع، كل في مشروع واحد هذا. يا رب والله يا ابوكم يا ما ينقص ما ينقص اول من اخره، عباره دبي في دبي. انا مسمينه مشروع هذا دبي في دبي، واسمه دبي هيلز ستيت، يعني شيء مهول شيء مهول. العرب من استوى الدنيا هم سباقين في العلم في كل في كل في الرياضيات في الطب في كل شيء، وان شاء الله ان شاء الله بقياده دوله الامارات اذا الله جعلنا من الحيين، ان دولة الامارات اصرت حكومة وشعبا انها تكون الاول في كل شيء، فلذلك الامارات مستوية رقم واحد في كل شيء، وكل ما هو مشرف وكل ما هو يبعث البهجة والسرور للنفس. حاليا دولة الامارات تضاهي اعظم دول العالم واكبرها واقدمها واعرقها نسبة للتكنولوجيا، العمران، الطب، الدراسة، ثقافة، مكانة الإنسان، الأمن والأمان. الأمن والأمان أهم ما يكون في الكون، أهم ما يكون في الكون، الأمن والأمان مستقر ولله الحمد وين ما تصير. ها هاي دبي هيلز خبركم عنها مول شوي، ما خبرناكم عنها المول مالهم هادوها مرة على وشك، لكن الفلل كلهن ذهبات للتسليم، الفلل كلهم جاهزات كلهم جاهزات، ولا فيلم بزاهبة أبدا، بيزاتك وانقص أبدا، درهمك المنقوشي درهمك المنقوشي. إن شاء الله إن شاء الله إذا الله جعل في العمر بده وأحيانا لين بكرة، إن بكرة إن شاء الله إذا الله راد غدانا في المزهر إن شاء الله. اليوم بنضوي أبوظبي الحبيبة وبنبات وبنصبح في إمارتنا الغالية، وإن شاء الله إذا الله جعل في العمر بده مثل ما قلت لكم أن باشر غدانا في المزهر، غدانا وين؟ في المزهر. هذا المدخل وهذا نحن كنا وما زلنا كل في هالمبنى، هذا الجولف كلب، هذا اللي تشوفونه. هلو هالمطعم مالهم، ما أبالغ إذا أني قلت لكم كأني يالس وأحلم، كأني جالس واحلم، ما يعني مستحيل لثاني وحده اقول انا موجود في دولة الامارات او موجود حتى في الشرق الاوسط او في العالم العربي، مستحيل مستحيل، ولا اي انسان يقدر يخطر في باله انه جالس في الجزيرة العربية. انت حين حاليا في الجزيرة العربية وبالذات دولة الامارات وبالخص إمارة دبي، هالي تشوفه كله في دبي، هذا كل نحن اللي حوط به من الصبح حوالي ساعة كل في أرجاء هاي المنطقة، كلها منطقة هاي اللي أنا خبرتكم عنها، كل هذا في دبي هيلز، كل هذا في دبي هيلز. فلل ها شوف، هاي نوع من أنواع الفلل، وهذه نوع ثاني من أنواع الفلل، وهاي نوع من أنواع الفلل، وانت ساير ما فلل تشابه ربيعته، لذلك هاي الأماكن لها قيمة غير، والبقع الثاني لها قيمة غير، وكل إنسان كل إنسان على حسب مقدوره وحسب رغبته وحسب شو يبغي. هاي كلها فلل، ها هاي فلل وحدة ترى اللي تشوفونها، يعتمد شيء غرف حد شيء فلل حتى على عشر غرف نوم فيه، شيء حتى على عشر غرف، شيء مولات، شيء جامعات، شيء أكاديميات، شيء نوادي، مستشفيات، عيادات، مولات، كل هذا في المشروع هذا مال إعمار، كله دبي هيلز ستيتس.
توجد جميع الأندية وجميع المطاعم وجميع البوثات وجميع الكوفيهات وجميع كل ما يخطر في بالك، كل شيء يخطر في بالك موجود في هاي في هالمدينة. ما شيء يخطر في بالك مش موجود عندهم، ما شيء في الدنيا العودة، في الدنيا العودة كل شيء عندهم. Hello, how are you? Where I am? You're in Hill House, Dubai Hills. ما شاء الله عليك. Could I know your name? مريم. مريم؟ قرب الله تج. مريم. والله you have very good name. كردستان. كردستان. ما شاء الله ما شاء الله. Thank you very much, Maryam. See you. Bye-bye. غرب الله تا. نقت هالاسم الفنان. ديرتي خارق. وهذا أبوي اللي تشوفون هناك. هالنادي اللي تونا كنا فيه فوق. هذاك المدخل. وينك وين فتش من الباركنات اللي تحت. شيء جميل في منتهى الروعة. تبارك الرحمن. من يومياتنا ابويه ظهرنا من دبي ونحن ضايحين خطفنا ابويه نخله جميره ومشاهدنا شو فندق اتلانتس. وهذا الله يحفظكم مهندس منهل، وهذا بارك الله فيكم راشد زين. ونحن الحين ابوي طلبنا غدانا ينا مطعم خطفنا عليهن كلهن. هي بني ديكوره قلنا بني يربه الله اعلم. هذا أظني مطعم هذا إيطالي ولا فرنسي ولا ما أدري شو. المهم إنه جينا نحن ودخلنا درعمنا لا هود ولا هدى ولا عندنا أي خلفية عن هالمطعم، بس إن شاء الله إنه مطعم فيه خير يبين عليه. طلبنا طلبات ثلاث طلبات ما أنا اخترت حق الكل، يعني شيء طبيعي أنا اللي أختار لك. اخترنا ثلاث شوربات نفس الشيء وسلطة عادية، والمين الطلب الرئيسي طلبنا ثلاث مختلفات مايز هذا بيوز هذاك. في أقل عن دقيقة من رمسكم عن المطعم هذا، المطعم يينا نحن عيينا من الله خير وطلبنا، وفجأة من ويانا راعي المطعم الأونر هو بيعرف بعمره. تفضل سادي. السلام عليكم. مرحبا دكتور. الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء. مرحبا دكتور. فكرة المطعم نقدم أكل في مكان راقي بس أكل صحي وهيلثي على أساس الناس اليوم تقدر تحارب السمنة بأكل صحي. كيف عرفت المطعم؟ كيف عرفت؟ كيف ترم تتوصل إلى زيارك أول ما اكتشفت اسم المطعم؟ هذا المطعم طال عمرك هاي يعتبر من أقدم مطعم في ليون. نعم. حائز على نجوم ميشلان وما شاء الله. شو هي نجوم ميشلان؟ غير عن الستار العادي مالنا صح؟ لا لا غير، لأن نجوم ميشلان هي الشركة العالمية اللي تقيم المطاعم. لحظة. عادة المتعارف عليه يقولك الفندق هذا خمس نجوم. صحيح. سبع نجوم مطعم. مم. هذا خمس. مطعمكم أنتو كم نجمة؟ احنا الشيف مالنا عنده نجمتين. نجمتين لكن نجمتين ميشلان. ميشلان شو الفرق بينهن وبين النجوم العادية؟ هذا الموضوع ابغى اكثر من سمعنا. في عالم المطاعم التقييم المهم فقط هو ميشلان. نعم. هل عندنا في الامارات؟ في الامارات من موجود، في الدول الخليج من موجود. نعم. بس موجود في اوروبا وامريكا واليابان واستراليا. نعم. ففي الطباق العالميين يهمهم ميشلان، ما يهم اي شيء ثاني. اذا حصل نجمة ميشلان ارتقى ارتقاء عالي. الطباخ اللي يخسر نجم ميشلان في العادة ينتحر. لا إله إلا الله. تسرت مطعم في ليون. في ليون نعم. وعيب كل المطعم. عيبني الأكل وعيبني المطعم وعيبني الشيف، لأنه ما شاء الله شخصيته راقية وطيبة. جلست تحاول فيهم كم سنة؟ والله حاولت أربع سنوات. لو ودني كانت أربع دقائق وقنعته. بس سبحان الله بعد أربع سنوات حصل شيء زين. الحمد لله. تستاهل. تستاهل يا دكتور. زارتنا البركة. يا العدل اللي سرفس علينا. What's your name? جينو. جينو، where do you come from? France, Paris. In which part? In Paris, from Paris. MashaAllah, عليك. You happy in Dubai? Of course, I do. MashaAllah, عليك. Thank you so much. Thank you. شيء ملفت للنظر، يعني شيء جدير بالاحترام وتفتخر به يا الإنسان، إن في عندنا شخصيات في الدولة تبارك الرحمن تبحث عن الجودة وتبحث عن مش الجودة بس بالستار العادي، لا بالميشلان. اللي ما فوقها جودة في الدنيا العودة. هذا فخر يعتبر للدولة. اللهم لك الحمد. ما شاء الله شيء جميل أن يكون دكتور وعنده مشاريع عالمية ويبحث عن الجودة مش بس في النجوم، لا بالمشلن. يعني فوق كبد السماء ضارب. شفتوها يوم يقول لك والله طاهر ركز هذا يطرونه. الرغبة والإصرار لن يغدي ستار لستار. دكتور
وصاك عنان السماء. جزاه الله خير وبارك الله فيه. وهذا الشيف مالهم على فكره هذا واتس هز نيم واتس يور نيم شيف تيبو ها تيبو تيبو هذا الشيف مالهم هاي هو وهذا الشيف متعلم من الشيف العود. المهم كلهم فنانين ورقم واحد كلهم فوق عن الزين. والمصيبة أعزل على الدكتور أقول له كل ويانا ما شاء الله لو تاكل له حلاوة. قال لي صايم اليوم آخر يوم باكر بعيد باكر عيدة يعني الله ياجر هالجنة. وشكرا على حسن الاستضافة وكل شيء زين. على فكرة يرسن أبوي في هاي الطاولة يعني فوق عن الجميل جميلة هالطاولة. وراعي المطعم أبوي مطع ياخذ شو اسمه الفاتوره مطع ياخذ بيزات. شكرا جزيلا راعي المطعم دكتور هو بارك الله فيه والله يرزقه ومطعم مميز وفنان. ترى الحين ما عرفت شو حتى اسم المطعم على فكره يعني. ثانك يو فور ايفري بودي اند سي ثانك يو فور ذا دكتور ثانك يو ثانك يو السلام عليكم. السبب اللي صرنا في المطعم هذا رشيد ببراهيم ببراهيم قال له سربنا هي طعم مدلي غدي تبرايز عقى سفرتي وقتايز زاقتني المراد ببراهيم قال له اللي هو مهندس منهل قال ودنا جميرة. هو ابوي هذا خطف على جميرة ما ادري شو ما وعينا بعمرنا اللي تشد لفت هذا النخلة. قلنا له كمل ذا بوينت البوينت هناك اللي جايينه العام كان متين ابو ابراهيم 5 شهور من قبل 5 شهور ل 7 شهور هنا ويميع المطاعم هناك. صرنا مثل ما قلنا لك ماكل المطعم الله كتبنا ناكل فيه ونحن سايرين لقطنا هالمطعم ودخلنا والله عنده ويا زلنا كان تبون الصدق المطعم في ذا بوينت والمطعم مطعم فرنسي اتحرى ايطالي ولا شيء من هالقبيل طلع مطعم فرنسي لكن اسمه ما اعرفه. مشاهد شو اسم الفندق هذاك؟ مشاهد مطعم اتلانتس ماشي بين وبين اتلانتس الا الخور هذا خور ذا بوينت مطعم فرنسي فنان اكلهم وايد فنان. ما شفت استاف وطباخ وشيف واللي يشتغلون وراعي المطعم والمالك والاونر وطحنة الزمان واللي يقدمون كلهم فنانين وظراف وخفة طينة وخفة وقبلة وعلم وخبر وترحيب وجودة أكل يا غير. أنا ما بسألك تغطية ما تعذر بخت عيني يحصل لي شرف لو أسوي تغطية حق المكان هذا لكن المكان يستاهل الإشادة به. لكن أقسم بالله العظيم أني ما أعرف اسم المطعم اسمه ما أعرفه لكن مطعم فرنسي ما أخذوا بيزات راعي المطعم قالهم لا تأخذوا عن بيزات. المهم عينا من الله خير وأكلهم فنان وبالعمال شوف حتى ما صورت الأكل لو تغطيه بصور الأكل أكلهم مميز فوق على اللازم جيد قمة 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 في الجودة. ما في خالد أحط لك هنا خالد هات حط لك وين خالد المهم غنية يازت لي قلت بس أب معكم إياها من الأغاني اللي كنت أعشقها هي من أغاني فيروز بتيوزلكم كلكم اللي ما يعيبه فيروز بعد هاي دول اللي بعد سمونه هاي دول البلاد غير عن هالبلاد لحد ما يعيبقنا فيروز الفن فيروز الطرب فيروز الأصالة فيروز أبوية اللي ما يهزه طرب فيروز هذا يدور له أبوية دور العالم غير هالعالم. خلاني أبوك أتذكر هذا غنية وأتذكر هاك الزمان حرام يعني سنين دقيت سيارة سلف من المقام وياي حياة سعيد الشناحي اثنين من ربعنا بعد من غير كلنا أربعة وشد أحبها شوية أسمعكم الأغنية بلتها شوية ستوب. وإن ما وقفنا إلا في علاي في علاي بيروت نعم في علاي خطفنا أبوي هل بلد وهل بقى هل مناطق كلها ولا وقفنا سمتن وحده أنا اللي أسوق نعم ما شاء الله تبارك الرحمن نعم دقيت سيارة ستيشن ذهبية من قدام بيتي في بيت العائلة كنا بيت المقام
وتنبيت لين علي استانست وغنينا وهيصنا ويلسنا ايام في منتهى الروعه. وكنا نسمع طول الدرب فيروز، طول الدرب ونحن نسمع فيروز من اغاني اللي كنت اسمعها كل ايام. هالاغنيه اللي بسمعكم اياها، وان شاء الله ان شاء الله اذا الله جعل بالعمر بده وردت المياه الى مجاريها وردت ابويه جداهم سلجها ريولي، لان ما حد يوصل قبل بيروت. ان كان طياره انا اول واحد من يركب فيها، وكان ابوي سياره اول من يدق ابوي سيارته سلف. ويها وينك يا علي ولا عنك بخاطي لخطف هالطرق هالطرق كلها ان شاء الله. عسى عسى الله يهدي البال ويصلح الاحوال وترجع المياه الى مجاريها. منو ما منو منكم اللي تقبض خط دمشق بيروت وما شغل هالاغاني الفنانه؟ منو هذا بالله عليكم اللي ما شغل هالاغاني الفنانه من يقبض خط دمشق لين بيروت؟ يا الله الاسطراط يسمونه استغراط ما يسمونها كلين اسطراط. رايح الاسطراط وين سايرين ماسكين خط الاسطراط؟ اسطراط يسمونه هسه يسمونه. زين ما بهذا موضوعنا. هي والله بخبر الروشنه عندهم بلهجتهم الروشنه مثل عندنا نحن الروزنه الفتحه اللي في اعلى البيت شرات البارجيل او شرات الدريش العوده اللي تدخل التهويه من كل طرف. شوفوا حتى هم يعرفون نحن ما نقول روشنه حطوها في شرف وغرف ما يزنت عن طرارتها. ما شلبت فيروز يا الله يا رب انها يخليها كانها حية ويغفر لها كانها ماتت فيروز. ما يندرى حية لو ماتت حية فيروز حية لو حية بعد الاشارة هذا. والروزنة هاي اللهجة متعارف عليها عندنا وفي لبنان يا غير في سوريا. الروزنة هاي نوع من انواع الخشب، خشبهم نوع من انواع الخشب عندهم يسافر بحروبها من الشام الى بيروت يا مسافرين بالروزنة. الله يشوها بكرة شيء زيارة إلى إمارة الشارقة، إمارة الثقافة، إمارة النور، إمارة العلم. زيارتنا إن شاء الله بكرة راح تكون زيارة مميزة
زيارة بتفرح كل طلاب وطلبة العلم اللي يجون دولة الإمارات وبالذات إمارة الشارجة لنهل العلم والدراسة والثقافة منها. فزيارتنا بكرة إن شاء الله راح تكون لإمارة الشارجة، فغدانا راح يكون في المزهر ومجيلنا بيكون في تنتية الشارجة. فإن شاء الله تريوا كل خبر فنان وعلم طيب إن شاء الله بكرة بيوصلكم من إمارة الشارجة الجميلة الفنانة. يالله